الحاجه اللي تحفزني نغني 1 2 3 فالجيري. مسجم مهدي عضو في منظمه اليونسكو، ممثل الشباب العربي سابقا وممثل الشباب الافريقي حاليا، متحصل على شهاده ليسونس في اللغات الاجنبيه ومتحصل على شهاده اخرى لو ماناجمنت دي زورغانيزاسيون، يعني ماناجير دي نيراغشي. اول يوم اللي رحت اليابان رحنا على اساس مشروع اللي هو السلم والليونة في افريقيا. يافي ان موديول ولا ماتيير كي سابيل بيس ايدوكيشن، يعني احنا رحنا اون كو شباب اللي نحتكوا مع لي بروفيسور، مع الشباب اليابانيين اللي عندهم هاد لا ماتيير ديجا، كيما نقولوا احنا مبوستيا في بلادهم. دونك فولي فير ان ريلاسيونيل انتر لو غوفرنمون الجزائريان ايتا جابوني، باسكو اون فيت لي جابونيز اون سو كو لو سيستيم ايدوكاتيف اون الجيري راح يتبدل ليولي انغلوفون، دونك حبوا يحتكوا معنا ويعطونا هاد الموديول اللي راح يكون بروشينمون في لو سيستيم ايدوكاتيف ولا في لو سيستيم تاع لونسينيمون سوبيريور بروشينمون ان شاء الله. تعلمت مع التجربه انه النقائص اللي كاينين في بلادنا ما يعرفوهمش البلدان الاخرين. شفت باللي سو كي زون دي بلاص بيان ديتيرميني ان الجيري ما نشروش، يعني الواقعه اللي صرات في ركان، لي زيسي نوكليير اللي صراو في ركان، كي تشوف اون ديليغاسيون افريكان اللي سافرت حتى اليابان على بالهم انه صرات وقائع نوويه في هيروشيما وناغازاكي اللي هي بلد اخر من قاره اخرى، ما يعرفوش انه صراو دي زيسي نوكليير في بلاد اكبر بلد افريقي. دونك سا سكي مالورو، وين هنا وين عطاني اون فورس باش نشوف واش هي مكانتي اوتون كالجيريان في جابون. فيو كو ما رانيش راح نكون في اليابان باش نجيب كل ماتيير، مي لازم نكون ان بينيفيس لبلادي. مشروعي اون افي لي ديمارش، اون افي لا بروسيدور، اون افي لي توت لا باباس، جي في لا كورديناسيون انتر لي اكسبير جابوني، مينيستير دي زافير اترونجير اي مينيستير دي لانتيريور، اي بوي زون اكسبتي لو بروجي. وشي اللي راه يخلينا حنا متوقفين على هذا المشروع هي جائحه كورونا. نقولوا حنا يد وحده ما تصفق، دونك جبت كاين طاقم يعني فني ليفينمونسيال هما اللي حاكمين لا فوي دو روت دي اكسبير جابوني لي ميدسان جابوني، اي بوي كاين طاقم طبي، لانه انا شفت باللي لي اكسبير جابوني لازم يمدوا ليكسبيريونس تاعهم. الحاجه اللي كانت تهمني اكثر واكثر سي بيان لو فير اي لو روج اي لو بلون. فرانشمون مشاريع المستقبليه يعني نشوف روحي في مرتبه عاليه وندير واش ما قدروش يديروا لي لونسيان جينيراسيون. ما تشوفوش انه كاين مستقبل غامض، نتوما اللي كونوا المستقبل تاعكم كما راكم نتوما حابين تكونوا.